يا اخي عسوني والله العظيم ما اعرف شاتش، يعني الف مره اتصل بيهم كل ساعه اتصل بيهم يقول ليت والله العظيم نحضر لنا عشاء، يقول ويعطس. الله اكبر، قال ليت والله العظيم الدكتور قال بقافي حياتكم، يقول رجع الدكتور وقاعد يلفلف يشيل هاي الاجهزه منه ويلزمه بينبض. الله اكبر، هاي الرجال هذا شو مسوي؟ عد الله يموت مرتين ويعيش، راح اتخبل والله.